تعزيزات عسكرية أمريكية عبر نشر أسلحة استراتيجية في المنطقة، تقابلها تقارير من البنتاغون حول إرسال إيران لصواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق. شد وجذب بين طهران وواشنطن، والمسرح الرئيسي لذلك هو الساحة العراقية. بغداد التي استشعرت خطر الموقف تحاول احتواء التوتر والسيطرة على ميليشيات وجماعات مسلحة تدين بالولاء لإيران. محاولات الحكومة العراقية تصطدم بتحديات عديدة خارجية وداخلية، فما بين النفوذ الإيراني والمشاكل الاقتصادية الداخلية تسعى الحكومة بثقلها لإبعاد عود ثقاب بات قريبا من خزان وقود مكشوف. معنا من بغداد مدير مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. دكتور شمري، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار، كل عام وأنت بخير. هل نحن بصدد تصعيد جديد في هذه الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة ومع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني؟ شكرا على الاستضافة أستاذ مهند، كل عام وأنت بخير ومشاهديكم الكرام. فيما يبدو بأن الترسانة العسكرية الأمريكية الآن المتواجدة في الخليج العربي هي لا تمثل استراتيجية الردع التي اعتمدتها، وإنما أكثر من ذلك، خصوصا وأن طبيعة التصريحات التي صدرت مؤخرا بالتحديد سواء على مستوى الفصائل المسلحة هنا في العراق أو حتى على مستوى المسؤولين في إيران تبين بما لا يقبل الشك بأن عملية الثأر لمقتل سليماني المهندس ستكون حاضرة في الذكرى الأولى، بالإضافة إلى قضية اغتيال العالم النووي هناك. لذلك أتصور بأن المرحلة الآن مفتوحة على سيناريوهات قد لا تخرج على أقل تقدير من دائرة التهدئة التي حاولت إيران الذهاب باتجاهها، لكن هناك حسابات لترامب قد تدفع بهذا الاتجاه، ليس فقط قضية استهداف السفارة الأمريكية وإنما قضية التخصيب وأيضا خروج إيران عن الاتفاق النووي أو معايير الاتفاق النووي الذي عقد ما بين إيران من جهة والمجموعة الدولية من جهة أخرى. لذلك أتصور بأننا أمام حافة الهاوية، وبالتالي إمكانية أن تكون هناك ضربة أمر وارد، لكن الضربة من وجهة نظري على مستوى الثأر هنا أتحدث، إيران تفكر بالأرض الأقل كلفة أو أن لا تدفع بها ثمن باهظ، وبالتأكيد الأرض العراقية هي الأرض الأقل كلفة إذا ما فكرت بالثأر. ولكن كما تعلم جيدا دكتور شمري، الرئيس الأمريكي يعني كان واضحا في هذه المسألة، مقتل أي جندي أمريكي سيكلف إيران الكثير. لا نعرف ما هي حسابات الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة، ولكن على الصعيد الإيراني دكتور إحسان، هل تتوقع أن إيران مستعدة في هذه المرحلة أن تأخذ مجازفة كبيرة من هذا النوع وتبدأ بعمل ما من باب الثأر الذي أشرت إليه، علما بأنها تريد نسج ربما علاقات مختلفة، علاقات جديدة مع الإدارة الأمريكية القادمة؟ هي تفكر بالتهدئة وتحاول أن تصل إلى يعني استلام بايدن الرئاسة، لكن مع ذلك هي تضع في حساباتها مستويات من الرد. هذه المستويات لن تكون، إذا ما نظرنا إلى الأرض العراقية، لن تكون على أساس سقوط الضحايا. هي تدرك جيدا يعني حتى سقوط الصواريخ الأخيرة كان هناك اتهام واضح لإيران، لذلك عملية سقوط الضحايا هي خارج حساباتها، لأنها ستتعرض إلى ضربات نوعية لا تستهدف فقط البنى التحتية المنشآت النووية، بل أتصور قد تستهدف قلب النظام هناك، قلب النظام السياسي بالتحديد يعني ومؤسسات هذا النظام. لذلك ستفكر في مستويات عديدة. لاحظ أستاذ مهند، حتى قضية الهجمات على السفارة الأمريكية فيما يبدو بأنها لا تريد إيلام الأمريكان بالتحديد، يعني أن تسقط ضحايا. الصواريخ أغلبها تقع في محيط السفارة أو
في مقتربات السفارة، وأيضا هناك مستويات للرد هو عملية استهداف الدعم اللوجستي، وهذا الدعم هو بشركات عراقية. الرد أنا أعتقد أنهم سيفكرون ب، وهذا ما يبدو الآن التحضير له من خلال حلفاء إيران، هو قضية الخروج بتظاهرات كبيرة جدا تطالب بتفعيل قرار البرلمان العراقي. أما أن تذهب إيران إلى أن تستهدف المصالح الأمريكية نوعيا، طيب، على أقل تقدير في العراق أو حتى في أي منطقة أخرى، فأنا أتصور بأنها تندفع إلى مواجهة شاملة، وهذا ما لا يتوافق مع قدرة إيران الآن. إيران منعزلة الآن، تعاني من عقوبات، وفي نفس نعم دكتور إحسان، بغض النظر عما إذا كان هناك يعني من عملية ما من أي من الطرفين، الطرف الذي يجد نفسه في وضع محرج هو العراق. ما الذي يمكن للعراق أن يفعله، سواء كان هناك تصعيد وعملية وضربة ربما من الطرف الأمريكي أو من الطرف الإيراني؟ العراق سيكون لا شك في وضع محرج إلى حد كبير. هذا الأمر أخذ على مستوى الأولويات من قبل رئيس الحكومة السيد الكاظمي، ولذلك تجده في حوار مستمر مع الجانب الأمريكي وحتى مع الجانب الإيراني. قد تكون قضية الاستهدافات الأخيرة هي مؤشر خطر كبير جدا. هو يدرك بأن إيران تريد التهدئة، لكن طبيعة الهجمات الأخيرة أشرت بما لا يقبل الشك بأن هناك خطوط حتى داخل هذه الفصائل يسعى إلى تحويل العراق إلى أرض اشتباك، وهذا يكلف العراق كثيرا، يعني ليس فقط على مستوى الإرباك الأمني والسياسي، وإنما قد يكون موضوعة أن يكون هناك انهيار شامل في العراق. لذلك تجد بأن الخطوات التي اتخذها هي عابرة حتى للحدود. تحدث مع الإيرانيون في قضية ضرورة ضبط أن توجد إيران إيقاع تستطيع من خلاله ضبط هذه الفصائل حليفة إيران في الداخل العراقي. وأكثر من ذلك، فيما يبدو بأن موقفه الأخير الذي لوح بالمواجهة، فيما يبدو بأنه وصل إلى قناعة تامة بأن الطريق أو الخيار الأخير الذي يجب أن يسلكه هو أن يتصدى لهذه الفصائل إذا ما أرادت أن تنفذ أجندة خارجية تضر بالعراق. أخيرا دكتور إحسان، رد فعل هذه التيارات أو بعض هذه الفصائل على الأقل الرئيسية منها كان في هذا الاتجاه أيضا، هم يعني انتقدوا أو أدانوا الهجمات على المنطقة الخضراء. هل هذا مؤشر أيضا إلى أن هناك جو عام لدى هذه الفصائل بأن مسألة التصعيد في المرحلة القادمة غير واردة أو على الأقل غير مقبولة؟ أنا أتصور بأن هناك تباين في هذه المواقف، يعني رغم أن كتاب حزب الله الطرف الأكثر تشدد تجاه المصالح الأمريكية، لكنها مستمرة ومتماهية مع الهدنة التي تدفع إليها إيران. لكن الملاحظ أستاذ مهند هو قضية الانقسام. يعني عصائب أهل الحق أعلنت بأنها غير خاضعة لهذه الهدنة، ومن ثم لا يمكن أن نجد يعني موقفا موحدا. وإيران يبدو من خلال زيارة قاآني إلى بغداد الأخيرة تريد ضبط إيقاع ومن ثم وحدة هذه الفصائل، لأن أي تمرد مؤقت من هذه الفصائل سيكلفها هنا في الداخل كفصائل، وأيضا إيران لأنها المتهمة برعاية هذه الفصائل المسلحة. أتصور بأن سيكون هناك تبادل أدوار، وقضية مستويات دنيا من الرد لا تدفع باتجاه أن يكون ردا موجعا للأمريكان، هو أمر وارد أيضا للحفاظ على صورة وقوة هذه الفصائل. شكرا جزيلا لك الدكتور إحسان الشمري مدير مركز التفكير السياسي، كان معنا مباشرة من بغداد.